السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم من خلال هاي الحلقه راح نشوف الناس ونشوف التجار، خصوصا انه المواطن العراقي اللي يعيش معاناه لربما ما انحلت لسنوات طويله، خصوصا مع ارتفاع سعر الدولار وهذا العدم استقرار الحاصل بالاسواق، يوم صاعد الدولار يوم نازل، خصوصا انه بالبنك المركزي بتسعيره ثابته، لكن بالاسواق التجاريه الدولار غير مسيطر عليه. العديد من المواد الغذائيه اليوم تشهد ارتفاع باسعارها، خصوصا على مستوى المواد الغذائيه والطحين وما شابه ذلك. راح نشوف الناس اللي موجوده هنا، وايضا بنفس الوقت نطرح ليش هاي التساؤلات راح نطرحها. ليش الدولار لغايه الان ما مسيطر عليه؟ ليش المواد الغذائيه لحد الان ما مستقره والمواطن بحيره من امره؟ والحلول وينها؟ لغايه الان الناس تنتظر. احنا وصلنا لسنه 2023 وجاي نشهد استقرار افضل من السنوات السابقه، والمفروض انه هذا الاستقرار ينعكس بشكل ايجابي على المواطن العراقي مو بشكل سلبي. ازمات لغايه الان ما حلت، لغايه الان الاسباب مجهوله ومبهمه. نتمنى انه من الجهات المعنيه دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشجاع السوداني انه محاسبه المقصرين، متابعه الاسعار الصرف وما شابه ذلك بالاسواق التجاريه اللي موجوده بعموم العراق، لانه تناقضات بالاسعار، ارتفاع وغيرها من الامور، اضافه الى ذلك انه المواد الغذائيه اللي جاي يستلمها المواطن من وزاره التجاره غير صالحه، يعني بعضهم دا يبيع الطحين بسعر يعني اضعاف ما يشتريه من الاسواق التجاريه باعتبار انه غير صالح. راح نكون وياكم، خليكم. نعم مشاهدي الكرام، بالتاكيد متواصلين وياكم، وايضا بنفس الوقت انه موضوع عدم استقرار سعر الصرف بالاسواق التجاريه بيأثر بشكل كبير بالنسبه لمبيعات التاجر، وايضا بجانب المواطن العراقي انه متضرر من ناحيه المواطن العراقي باعتبار انه لربما الطحين او بعض المواد الغذائيه تشهد عدم استقرار بموضوع السعر، يعني مره غالي مره رخيص. شلونك حبيبي؟ هلا يا ابو عليك، مثل قلبك. الطحين بايش اشتريته اليوم؟ هسه استلمت مال الحصه، ايش طلع؟ طلع انخاض على حاله، ما ينخبز، فجبته بعته. يعني تفاليس ب 15,000 اشتريته ب 36,000. كل جونيه بعته ب 15؟ ب 15 الجونيه بعتها. اشتريت جونيه ب 36، كل مره ب 25 ب 26 الجونيه. يعني احنا رجال يعني كاسب. منين هالمصرف؟ فوق المي، فوق الضيم، فوق القهر، وما شيء بلاج، كله هسه صار بفلوس، كله بفلوس. حتى يعني الموت هم بفلوس، والله دخنا. شلون الموت بفلوس؟ الموت هم بفلوس، هم تروح تاخذ الجنازه هم يردون فلوس. يا الله، ايش وقت يعني ارتفع السعر مال الطحين مواد الغذائيه؟ اخر مره ايش وقت اشتريت الطحين بيش؟ اخر مره اشتريته قبل 3 اشهر ب 26,000، بعتها الجونيه بيش ب 17، هم نفس الشيء، بعتها ب 17 اشتريت ب 26. انت جاي تبيع مال الحصه، جاي تستلم؟ اي ما ينخبز، يعني اذا استلم مال الحصه قبل اجيب ابيعه، لان ما نقدر، ما يلاج. احنا ها شوفت عينك شلون ماكو، يعني وين الطوجونه؟ اشرب مي تخلص سوائل على هاي السنه. اقضيها يعني سوائل وماكو فايده. زين برايك شنو السبب بارتفاع هالموضوع؟ لان الدولار ما مستقر. هذا بالمرتبه الاولى الدولار. الدولار ما مستقر، واحنا صرنا شقل لك سلعه بيد الدولار. فدخيلكم ودخيل الله. شوفوا لنا حل، لان ملينا والله. حلنا نظرونا بشغله الدولار. الدولار ينزلوا؟ الدولار سوى الدولار مستقر، تعرف بالبنك المركزي، مستقر. بس بالاسواق ما مسيطر عليه. مش مستقر رحمه على والديك،
يعني لحد البارحه ما دراوا الباحه 153 الا ربع بالكفاح. زين شنو المستقر به؟ مبارك يطيل ب 32 للجوازات للدول، حرام والله حرام، هذا جاي يصير بينا حرام. فحسوا بينا يا مسؤولين، حسوا بينا تعبنا، هذا هو. كمبين متعوب كلش والله العظيم كلش متعوب. يعني كهرباء ماكو، كهرباء ماكو، اول شو اسمه المواد مرتفعه والدولار ما مستقر والعيشه قوه. يعني هسه من اسولف لك، من اسولف لك يشيب قلبك. ليش؟ كلش تعبان. خيرك يا ستار شاب بعدك. لا احكي وياك منتسب. طلع التقاعد هاي اللي 9 اشهر بدون راتب. ليش؟ عنده ابنه مريض. انا اخذ علاج هم مريض اصابه. وهاي اللي 9 اشهر. ها والله امتانين 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 ما ادري شنو. 9 اشهر ما مستلم تقاعد لحد الان؟ لحد الان. ليش؟ اجراءات، اجراءات قانونيه. بس 9 اشهر ما يعني ما معقوله والله العظيم، 9 اشهر اجراءات يعني قانونيه او تقاعد. ابني عنده ضمور، وقفت العلاج مالته من وراء الراتب والتقاعد الى اخره، يا دوب الحق اشتري بهن مي، اشتري بهن مسواق، اشتري بهن طحين. المعامله وين واقفه؟ بهيئه التقاعد لو بدارته؟ لا لا بهيئه التقاعد. بهيئه التقاعد. اي. جاي يقولوا لك هناك؟ قيد الانجاز، كل ما اروح قيد الانجاز. 9 اشهر قيد الانجاز؟ اي. هاي معاملتك لو بمديها مشي؟ هنيالك لو بس علي، لو بس علي هنيالك، وانما جاي نمر بظرف بس الله يعلم بيه، بس الله يعلم بيه. مستوى الشخصي لو بشكل عام؟ مستوى بشكل عام، مو بس. يعني من كل شيء، معيشة يعني. لحد قبل 10 ايام يجوز انتم ما ادري غيركم، اجى سوى اعلان ويانا. ابن اخوي هم يشتغل تاكسي، هم خطيه ذبحوه وزعوا اعضاءه راحت. الجريمة قبل ايش صارت؟ قبل 10 ايام، وكل شيء ما قضينا. فيا وزارة الداخلية يا رئاسة الوزراء شوفوا لنا حل. ظلينا ننباع اعضاء بشريه، ظلينا حصر علينا اللقمه وخيرنا ما عدا متر بالعراق. شويه حسوا بينا. وين قاعد؟ قاعد بالمدينه، مدينه الصدر. بقطع. بالاولى. زين هاي الحادثه صارت وين؟ مالنا؟ بحيور ابن اخوي. وين؟ بمحله لو بتاكسي لو لا خطيه يشتغل تاكسي على باب الله، سايق بسياره. اخذوه السياره؟ اخذوه سياره طبقت بجراج. واخذوه هو، ما حسينا به الا بالطمر الصحي. اي. شو استلمنا؟ الجثه عباره عن علاليق، علاليق ثلاثه. علاليق بس اللشه مالته والاعضاء من شو اسمه؟ كلهن مشيولات. تجار اعضاء. الله ان شاء الله يصبركم. ربي يحفظكم. وان شاء الله تفرج ما تبقى هيش. يعني هي لازم شوي شوي نراعيها. يعني ما ادري شكل لك، ما ادري الصوش بينا بالحكومه بمن، ما ادري. الله كريم، الله ارحم الراحمين. رحم الله والديك، ممنون منك يا ابو. نعم مشاهد الكرام، يعني بالتالي هاي المعاناه اللي جاي يعيشها المواطن العراقي، خصوصا انه بارتفاع سعر الدولار، بارتفاع سعر المواد الغذائيه، مؤثر بشكل كبير على المواطن العراقي. بالتاكيد انه اخونا هلال اللي كان موجود، يعني موضوع التقاعد، هو طلع تقاعد 9 اشهر نايم معاملته وقيد الانجاز. ليش مثلا؟ شنو السبب المقنع اللي ممكن ياخرها؟ توقيع؟ شو يداومون الموظفين بشكل يوم يومين يداومون هم ومدراء العامين؟ وين الخلل؟ وين يعني 9 اشهر وما مستلم التقاعد مالته؟ زين ما فكرت انه شلون يعيش؟ شلون يسلك وضعه؟ شلون يسلك اموره؟ يعني ترى الناس بالعراق مو تجار، مو كلها عيثة فلوس. يعني على موضوع الراتب كان مال تعايش وطلع في سبيل التقاعد وتقاعد ماخذ. فنتمنى انه الناس المسؤولين يضرون بشكل جاد لهذه المواضيع، موضوع سعر الصرف، موضوع الدولار، تاخير المعاملات وما شابه ذلك. يعني باعتبار احنا اليوم بلد نوعا ما استقرينا بالفتره الاخيره عكس السنوات اللي مضت، لكن بالتالي هذا لازم ينعكس ايجابيا على المواطن العراقي مو سلبا. يعني مو يوم بعد يوم المعاناة تبقى وتزداد وغيرها من الأشياء اللي بتزايد أو بأزمات بدون حل.
تواصلون وياكم. خليكم. شلونك عم؟ الحمد لله. انت شو الله يخليك، قناة الايام. اتحدث بشكل عام او اسالك بشكل عام، انه السوق اليوم شلون جاي تشوفه، خصوصا ارتفاع الدولار، الوضع طلابنا الخريجين؟ ارتفاع الدولار اثر على المواطنين كلها، يعني مو بس السوق، المواطنين كلها، حتى الطلبة هم اثر عليه، يعني من ناحيتي ايش، من ناحية النقل وش اسمه، الطلبة هم تعبان، العمال هنا هم تعبان، الارتفاع الدولار يعني يمكن بيد الحكومة، هي تريد ترفعه هي تريد تنزل، كيف؟ هو ثابت بالبنك بس بالاسواق ما مسيطر عليه. ما مسيطر عليه، اكو منافذ قاعد يتهرب. ايش صار لك بالسوق؟ صار لي 30 سنة. اي. ما موظف؟ ها لا متقاعد. متقاعد. موضوع التقاعد هسه شلون ماشي وياكم؟ جاي يطوكم؟ قاعد نشتغل كذا. جاي يطوكم وياه التقاعد؟ اي لا النعمة قاعد يطون وياه بس ما يكفي. التقاعد 500,000 اللي انا هاي شيبتي وهاي جاي اطلع علمه. المفروض هسه قاعد. مو؟ على الاقل سفرات صرت، بس تقاعد 500 دينار يا دوب اعيش عائلتي بيها، يا دوب اعيش، فاضطر اطلع، هسه الليل انا قاعد اشتغل من الصبح طالع لحد هسه اشتغل. اي هاي الحار الحار وش اسمه؟ اي التقاعد 500 تروح للايجار مثلا. زين المريض شلون؟ انا عندي مريض قلب. لازم اخذه ايكو، اخذه هاي بين شهر وشهر اكيج. اي اشيكه. الحكومه المستشفيات الحكوميه ما بيها. لا تسال على المستشفيات الحكوميه. ما بيها خدمه. لا كل خدمه ما بيها، كل خدمه. يعني انا جاي اخذه للاهليه. هي الاهليه شويه خدمه احسن بس فلوس هواي. هذا الوضع يبقى هيك؟ الوضع يعني نقدر نقول الوضع سابقا احسن. وضع سابقا من كان 120 الورق. كان السوق متحرك ويشتغل. سعود احنا شوي استقرينا، العراق استقر، العلاقات الخارجيه زينه، معقوله ما ايش منتظرين؟ يعني شنو بعد الثغره اللي ممكن يسويها؟ هي هسه الموازنه انت هسه تقول قروها بس ما مقروره، ما مقروره الموازنه. الموازنه يعني اكو معطلات، مثلا الاكراد يردون قانون النفط والغاز لازم مفصل لهم خاطر يقرون لك وياهم الموازنه. يعني كل من يريد مالاته الخاصة بيه، المواطن مالاته هي كلها واقعة، والمواطن مالاته يحتفظ بيها. اي المواطن هاي كلها، والصعود هاي اللي يعاني منها بس المواطن، المواطن الكسبة والعمال ولا هي اللي تعاني من العايشة. الله يعينكم ويعينكم ان شاء الله. شكرا جزيلا عم. اشكرك. شلون؟ تعال. ايش بيه العامل؟ يطلع من الصبح لليوم ما يطلع 15,000. شو يطلع مليون؟ هو 15,000 وين توديه؟ متزوج عنده جهاز وين يوديه؟ لو تطلع لو ما تطلع. ولو تطلع لو ما تطلع. تجي ايام ماكو اصلا. تجي ايام اصلا ماكو، تروح كروه من جيبك. الواحد مرات يصفن يقول انا من درست؟ ليش تزوجت؟ دراسة مدفع. هو العباس اذا ما عندك تعيين قوي مدفع. تغير تجيك بالبداية تدرس وتتخرج الله بعدين يجز. يعني الكلية ما يوادي لها فلوس. سادس ما يواد له فلوس، فلوس جاء العالم منين يجيب؟ العالم من هالله. اي لهالله من منين؟ غير من وارد الدولة. الله يساعدك، شلون امورك؟ الله يديمك. احنا اصحاب التكاتك. اصحاب التكاتك. اي انت يقول لك سوي لك رقم. انا اسوي رقم ب 300 ويوميتي 15 تقتل روحه. زين انا منين اجيب؟ وانا عندي متزوج وعندي اربع جهال. زين ال 15 اعطيها لهم الجهالي للدولة للمرور، بس إذا من المرور هنا بمظفر يأخذ منه 50,000 وحجز ثلاثة أيام. على شنو؟ يحجزه؟ يحجزه 50,000. حتى إذا شديت رقم تنتهي يعني؟ لا هم يحجز ياها. زين الحل شنو الحل؟ الحل يأخذ مني؟ يعني ما هاي تناقضات. يعني هسان هساني هسان شوف ضيم حالي وشمس وهاي محترق وجه. يأخذ مني 50,000 ليش؟ ليش يأخذ مني 50,000؟ شو مسوي له على منتخب؟ انا جاي اشتغل على باب الله، انت المفروض اكو مسيء بالتكتيك ها اخلي لي دوريه اشوف المسيء يا هو اكضه واحزده. لا لا والله انت جيت الرقم البدون رقم كله كذا حجزها الدراجات ما دراجات على شنو؟ يعني يجيك راس الشهر ها سووا حمله على التكاتك يابا ليش؟ والله ما عدت الدوله، كانت الدوله تاخذ من الفقير
تاخذ مني انا ضيم حالي هسه اريد ارقم منين ارقم؟ ما عندي هسه ترقيم فلوس ما عندي وانا عد اقصادات وعد ضيم رقمت يعني بعد ما يحجزوها؟ همي لسموني ورا الستة ممنوع اطلع هسه وين اشتغل فوق سطحنا هسه بس قل انا اذا اشتغل فوق سطح اشتغل؟ لا لا والله قرارات ارتجالية نحس يعني اذا تمشي بغير طريق يلزمونك يذبونك بالسجن يابا ليش انت ماشي بغير طريق خليني اشتغل براحتي لا لا والله خليني اشتغل براحتي حسان لا مخليني اشتغل براحتي لا مخليني امشي طريق مو زين لا الحمد لله وشكرا احنا ما نمشي بطريق مو زين بس اقول لك بعض الشباب تمشي بطريق مو زين ليش بسبب العوز بسبب يعني ما يخليه يشتغل كل شيء بفلوس المي بفلوس النت بفلوس الكهرباء بفلوس حياة تريد وتروح هسه والدولة ما مفرة يعني لا لا هسه تروح تريد ترقم يقول لك ب 500 ألف ويطلع المرور بالتلفزيون يقول لك وين اكو 150 ألف تناقض رب التناقض يعني شيء ما يشبه شيء وبس إعلام الله وكيلك محمد كفيلك بس إعلام لو شايفهم وحوش من يكبونك تحلفه بالعباس بالحسين بالقاسم تجيب الكائنات كلها حتى بالكعبة يقول لك يا روح يلا يلا تعال الحجز ليش مسوي لك انا على مود الحجز يا بقيت لنا صاحب عائلة كنا صحبان عوائل بس مو الله الله بينا الله الله بالأمور ما يفيد الحكي مو ما يفيد قبله يحجز في 50 ألف وثلاث أيام يعني إحنا أنا سؤالي لدائرة المرور إنه إذا بهاي الحالة تحاسبون على الدراجة وعلى التوك توك خلاص صدوها ليش نستورد جاي تشتريها الناس وتسترزق بيها سبوبة رزق مخلينها وفوق هذا ممنوع حجز رقم سوى الرقم حجزوه يعني انت انا من اقول هيك هوايه ناس مثلك مرقمينهم حجزوهم يحجز الدراجه تنحجز التوك توك تنحجز زين هسه امنتوا ولا ناس عنده حق يعني مثل ما انت عندك حق تقول انا عندي حق لا والله لازم احجز زين الناس ما عنده شغل هم عندهم حق الى الدوله مفره ولا بالتالي هو مثلا من جاء من الدنيا عنده حقوق تطيل الحكومة وعى ودرس وكمل وتزوج وخلص وما لقي له فرصة يكون روحه بروح ويدعم نفسه بنفسه في سبيل يشوف له شيء يسترزق من يمه بهذا الوطن والنتيجة شنو تعال فوق هذا لاحقينه والرعاية حجزوه خذوه رقموه هاي الرعاية ها والله الرعاية روح للرعاية يقول لك انت شو اسمه صغير تروح للتعيين هاي مو 92 عمري 31 سنة يعني تروح للرعاية باكر عقبه تعطيني فلوس اطلع لك الاسم ما تعطيني فلوس بعد هذا الموضوع والقران بعد هو واحد انا اعرفه انطى مليون وربع ها وجابوا لك كارت للبيت قبل ايش قد هذا قبل 3 أشهر اي هسه تروح للرعاية يا باكو يا سامي يا شلون والله احنا هسه مو مقدمين يقول لك انت صغير يا تروح للتعيين يقول لك انت كبير وين اروح انا يلا فهمنا هاي القضيه وين اروح وين شنو حلها تروح للسطح لا لا والله وتريد تشتغل في السطح؟ والله شو نسوي يا اخويا؟ الله يخلصنا من الفاسدين بحق محمد والي محمد، هذا البلد ابتلى فاسدين سلطوا على ارقابنا. ان شاء الله اكو مصلحين ويزيحون ذول الفاسدين بحق محمد والي محمد. وان شاء الله جايهم المصلح جايهم. حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام، بالتالي مثل ما شفتوا يعني هو اليوم لال عنده شهاده ماخذ حقه بهالبلد ومتوظف ويعمل بشهادته، لا اللي ما عنده شهادة مثلاً جاي يشتغل براحته وهاي شباب هسه مثل اللي شفتوهم بيهم المحافظات اللي عارفين شغلهم وجايين بيهم أبو التوك توك اللي ما لقى مصدر رزق أو ما لقى وظيفة حكومية أو أهلية وما شابه ذلك اعتمد على نفسه وجاب التوك توك وبنفس الوقت ما جاي يخلي المرور والتحديات والصعوبات والمعوقات جاي تواجهه بالشارع عجيبة غريبة خصوصاً في ظل التناقضات اللي جاي نشوفها من العديد من المؤسسات مو فقط دائرة المرور اللي تحياتنا لها اللي هواي بيها ناس تعمل بأمانة لكن والله العظيم بعض الأشياء مو منطقية هسه أنا من أقول هاي التوك توك ممنوعة وكلكم جاي تشوفوها هاي التكاتك كل المسؤولين جاي يشوفون تكاتك بالشارع زين أنتم إذا هيك من البداية أمنحها ما خليها تجي ما أدخلها للعراق ما استوردها يعني فوق ما جاي تجي ورقم وغيرها من الاشياء ويوميه قانون ارتجال وما نعرف يعني يوم المواطن حتى بحيره من امره من تحكي وياه تلومه من تسمع من يمه الكلام هم عنده وجهه حق عنده وجه حق عنده وجهه نظر يقول لك انا هذا رزقي هاي
سبوبته، انا متزوج، الحكومه ما مطيتني لا برعايه، لا بالرعايه ماخذ حقي ومطيني اياها، ولا بالتعيين اخذ فرصه. شو يسوي يعني؟ وين يروح؟ وين يروح؟ ودرجات الحراره هاي اللي والله العظيم واحدنا ما يقدر يطلع، تدخل للحمام تسبح تطلع عرقان، وذول الناس جاي يكافحون ويقاتلون ويجاهدون في سبيل رزقهم، طلعون من 6 الصبح لساعات متاخره بالليل، شمس، حار، برد، كل التحديات جاي يعيشوها في سبيل يوفرون دخلهم، يوفرون يعني فلوس، مصاريف لهم والعوائل. فبالتالي انه نتمنى من كل المسؤولين اللي جاي يشوفون، اللي جاي يشاهدون، يعني هاي حلول ترى بسيطه، قرار، قرارين، تصويت، تصويتين، والاشياء تمشي بسلاسه. يعني ما احنا جايين نصعبها على نفسنا، يوم عن يوم جايين نعقدها. ليش؟ ترى والله العظيم بلدنا حلو لحد الان 2023، هواي اشياء حلوه صارت، هواي اشياء ايجابيه صارت. احنا ما نريد انه نذكر فقط سلبيات، لا، مثل ما موجود سلبيات بالمقابل اكو ايجابيات، لكن بنفس الوقت خلينا نقطع السلبيات. اشياء والله بسيطه، مثلا التقاعد، العفو، الرعايه، يعني لجان وكوم الموظفين اللي موجودين بدائره الرعايه، وتحياتنا لهم، جاي يعملون، وادري يعني بشغلهم اكو ناس تعمل، واعرف يعني انه طبيعه عملهم، بس مع ذلك يحتاج بعد. يعني احنا اليوم اذا ببغداد او بس تجي بجانب الرصافه بمنطقه القاكبت 3000 2000 واحد بعد ما رايح السره من الرعايه من غير المحافظات اللي موجودين. اضف الى ذلك انه موضوع النفايات اللي جاي نشوفه هنا، يعني هو تحياتنا لبلديه او لامانه العاصمه والناس اللي يعملون هنا عمال نظافه، دينظفون يعملون لكن ما يلحق، باعتبار انه المكان هنا مكان تجاري استهلاكي اكثر. فمع ذلك نتمنى انه تحت شعار بغداد اجمل نقطع عن هاي الظواهر، هاي يكون ان شاء الله الاشياء ما نشوفها بالمستقبل، لان احنا بالتالي بقلب بغداد، وبغداد مو شويه، خصوصا بالاونه الاخيره بغداد خرجت للعرب بالصوره اللي تستحقها، بصوره جميله، خصوصا انه الخلايجه وغيرها من الدول البقيه انه بدأوا ينظرون للعراق، بدأوا ينظرون لبغداد بنظرة عكس ما كانت مأخوذة بالسابق. نتمنى أنه يعني بالأخير كل الأشياء، كل المعوقات، كل التحديات والضغوطات اللي جاي يعيشها المواطن العراقي أو الشارع العراقي تحل بأقرب وقت. السلام عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا غاتي، شلون فيك؟ والله الأوضاع تعبانة بالعراق. زين. أول شيء إي والله. طيب. أول شيء المواد الغذائية صعدوها. زين. الدولار صعدوها. إحنا ناس فقراء عاطلين عن العمل، نشتغل عماله. نشتغل عماله. إي والله. زين. يوم تشتغل أسبوع قاعد. وإحنا بهذا العمر، يعني أنت بهذا العمر هسه يعني للراحة، صح ولا لا؟ هسه بهذا العمر أنت المفروض قاعد على المحيط. ها شمس هسه المفروض بهذا العمر قاعد على المحيط. اي ايش تسوي والله برا العيشه؟ زين العيشه دولار. الدولار يعني هو بالبنك ثابت، بالبنك المركزي على 130 عفوا على 132. ليش بالاسواق ما جاي يستقر؟ هسه ما جاي يستقر. انا عامل تعيين هنا عندي هذا هنا بغداد 151. 151 اي والله. تشتغل عماله ايش قصر لك؟ والله اروح واجي كل 15 يوم. والله بيتنا بالناصرية. والله قاعدين هنا في الفندق؟ اي والله بالفندق على العمال. اي والله على العمال. هنا بالمصدر يوم يطلعون؟ لا والله مو يوم، يوم تطلع ويوم تقعد، يوم انت تقعد. اي بعد هذا العمر وهاي السنوات اللي خلصتها لا تقاعد كشي ماكو والله، من لا رعاية حكم صدام لحد هذا، لحد هاي حكومتنا هسه الجديدة كشي ما حصلنا من عندها. زين رعايه شنو موضوعها؟ ما قدمت؟ والله الرعايه قدمت استاذي، ولحد الان هسه بعد ما دافعين من بغداد اسمي. من بغداد؟ اي والله. يعني قدمت ببغداد ولا بالناصريه؟ لا قدمت غاد بالناصريه. اي والله. شو قبل؟ قبل شهرين والله قدمت، يقول دقوا ذاك يوم قال لي بعد ما دافعين من بغداد راجح. ما راجعت والله. شغلكم يعني يوميا موجود لو ما كلش قد تطلعون؟
وين؟ يعني تبع الساعة عمالة لازم تمصدر بالمصدر هنا. نطلع والله عمالة بالأربعة الصبح لثمانية لسبعة الله نطلع، ورا رزقك. نوب تجي البحر ما طلعت. اي والله رجعت. مرة تمر أيام هيك هواي مو ما تطلعون؟ اي والله ما نطلع. احنا ذا نقعد يومه هنا نمشي لهنا ما شو نسوي؟ لأن وراك فندق، وراك عشاك، مصرفك، يعني يومية 6000 7000 تصرف. زين إذا ما تطلع بهاليوم ما تعيش. ما تقدر تظل هناك. قد صارت هالسيوميات العامل بالبناء؟ هسه 30. 30؟ ايوه. يعني تروحون عادي يعني وين ما باي مكان ببغداد؟ اول مكان. وعلى حسابك روح؟ على حسابي وين ما ياخذني ياخذني انا وربي. زين. اي. والحش؟ الحش ايش سوى؟ والله كريم، حط عيننا بعين الله. والله، احنا ماكو غير الله واهل البيت، احنا ايش عندنا غير؟ مواد صاعده، مواد الغذائيه صاعده. اي. السوق ما مستقر. ماي وشغل قوه قوه جايده، شلون 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 ماشي الوضع؟ قوه. الله شاهد. دفع دفع. اي والله حياة تخلص هيك. ايش تسوي الحين؟ نسوي شنو؟ ايش بدينا؟ يا حكومه تجينا نفس الشيء. يا اللي يجي كانوا انا هو كل شباب. شنو بنيتك انت؟ والله بنيتي شويه هالوضع هذا. يعني هسه يخصصون راتب. كيش مهري؟ هسه لو الشهر 200000 هو كافي. زين؟ وانا اشكركم عيني. لان تعبان اني. الله يعين. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. السلام عليكم. شلون اخوي شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. شو تشتغل؟ انا اشتغل بالموت عامل. اول شيء انا خريج، خريج بكالوريوس حاسبات. حاسبات السنه تخرجت. 16 سنه درست وتخرجت تاليها لا تعيين ولا شيء. انا ناشد الدوله العراقيه. سياده الرئيس محمد الحلبوسي اذا مو قدها انتم وما تعينون العالم، المن فاتحين الكليات؟ المن نصرف احنا مصاريف وبالشتاء وبالحار وبالبريد، تاليته نشتغل عماله ونشتغل بالماطه وبالذل وبالحر، وهاي درجه الحراره توصل 50. من بغداد؟ لا انا من الناصريه، جاي من الناصريه وعايف اهلي واشتغل هنا بالموطه. على العيشه يوميتي 20000. يعني الله يرضاها، وين التعيين؟ تحسك غبن بالموضوع؟ غبن انت 16 سنه تدرس مو طبيعي ومصاريف وحارم نفسك ومصاريف وهواي اشياء وتاليها بتتخرج ماكو تعيين. هسه كل شيء ماكو، لاكو فرصه عمل ولاكو تعيين. مو تقولون الشباب قاده المستقبل؟ زين الشباب شايفه اصلا ماخذين فرصه الشباب؟ يعني انت اذا ما تعينون العالم شكو فاتحين الكليات؟ صح ولا غلط؟ والله العظيم ما حد يسمع صوتنا، شو الفائده؟ لا حياه لمن تنادي. ان شاء الله اكو حياه، بس انت من خلصت هسه باختصاصك وبكالوريوس يعني الموضوع انا يعني مو منطقي فعلا. اي بالله عليك. هاي مو بس انت هيك يعني الاف الشباب. انا اي شو نسوي بعد الحمد لله. شغلك شلون هناك؟ والله 20 25 وهالحر هذا 50 درجه الحراره يوميه. يوم لا اليوم هسه تعبنا، اليوم قعدنا الشمس حارقتنا. اي والله شو اسوي؟ وايش درجات الحراره؟ الحراره توصل 50 وفوق ال 50. نطلع بالخمسه الصبح نرجع بثمانيه بالليل. كلش قد تنزل هلا؟ كل 20 يوم 25 يوم. تبقى هنا 20 يوم 25 يوم تنزل لك 10 ايام يخلص يروح انا بوجه انت ترجع. يعني 10 ايام تنزل اجازه لو هو انت شغلك يعني ما بالتزامات محدده. ما بالتزامات محدده هو، بس انت تروح تصرفن هناك يعني تحتاج اهلك يحتاجون الاسواق يحتاجون متطلبات الحياه هي تحتاج. عندكم هنا بيش ايجار؟ عندنا 2000 والله الليله. اي والله. سبليت مبرده؟ والله اكو غرف فيها مبردات واكو غرف ما فيها، يعني احنا ما عندنا غرف، انا من فوق السطح. بالسطح؟ اي والله بالسطح، والسموم بالليل وبالنهار بالشمس 50 درجه الحراره وانت عندك لسه. لا بس وقفتوا. والله العظيم. تباتون بالسطح؟ نبات بالسطح و والسموم والجو يعني قلت لك مو طبيعي، لا بالنهار مرتاحين ولا بالليل. غراضكم ملابسكم؟ غراضنا هاي فوق مشمره بالسطح. هاي الشمس؟ هاي الشمس واشتاقر يقب نار بالليل. الله شاهد. هسه تعفتون فوق بالسطح؟ عفنان فوق وبعدين نرجع لين. لا وتضحك يعني وتضحك. ايه هو شر البليه ما يضحك. شو تسوي يعني؟ زين. ايوه. هسه مثلا قبل العالم كانت منطقيه تنام على السطح. درجات الحراره مو مثل هسه. ايه. مكيف ماكو كان قبل، مبردات ماكو، بس هسه مثلا ما ترهم يعني مو هسه بالبيت على السبلت وكاتلك الحر. كاتلك الحر. صعد فوق على السطح؟ ايه على السطح والله نايمين وهاي السمو شو يسوى؟ الحمد لله على ياخذ 2000؟ ايه حقه هو بالفندق ما يخالف يعني ما هو مو ذنبه مو ذنبه مو ذنبه، الغرف مغبطه عماله هواي يعني وين يودينا؟ حقه.
ماشي الدولة عد بالك التعيينات من نام الناس شو السبب؟ شكرا جزيلا. والله العظيم يعني هسه شر البليت ما يضحك انه خريج وبكالوريوس ويشتغل عامل قبل النبي بس مال هنا بدرجات الحر هاي اللي توصل 51 و52 يباتون بالسطح ومستقرين بالسطح مال الفندق اللي قاعدين به هنا باعتبار الفندق مقبض. ترى والله العظيم الله يساعد شبابنا هاي الناس شلون متكيفه ويا الوضع ومتعايشه وتضحك وكذا من لا شار انه بدرجات الحر وغراضهم ومبيتهم بالسطح يعني حتى الظهر العصر كله يخلصوها بالسطح. السلام عليكم. انت صاير بيك عم صاير شلونك استاذ؟ شلون صحتك يا اسود يا اسود؟ اريد اسمك بالخير علي. استاذ علي رحمة استاذ اخوك انا تعال الله يسلمك ان شاء الله اخوي على الكاميرا استاذ علي يعني هذا الفندق وغيره مثل هذا هسه فندق يم المصرف سواء هذاك الفندق يعني شغلتنا كعمال محافظات تعبانه. ليش تعبانه؟ اول شيء احنا ناس الاغلبيه فلح الاغلبيه يعني فلح مي ماكو مي ماكو هناك يمكم ماكو ماكو مي خلاص ناصريه لا حله جبله حله جبله مي ماكو شغله تعبانه زين تجي هنا اليوم انا البارحه جيت الله كفيلك وكيلك من الصبح لحد 12 يلا طلعتني بسياره انقاذ ينطون عليها 5000 دينار حمل الانقاذ احمل انقاذ 5000 5000 دينار قال لي درب واحد الحمد لله والشكر طلعت دربين زين صفيت لي 10000 من الصبح لحد الان تفهم كريم كريم يعني انت تحمل انقاذ انقاذ كاملة انقاذ كاملة سيارة كاملة ب 5000 5000 دينار هاي هذا اللي ايش بعد يعني انت استاذ هو تقول له يقول لك شغل ماكو المن تقول له مثل يعني قلت لابو الانا ابو السيارة ابو البيت لابو السيارة ابو السيارة ياب احنا طالعين مثل وياك عاد سويها 10 احنا اثنين مع العلم يعني اثنين كل واحد 5000 دينار ليش ياخذ الدرب هو ياخذ الدرب 40 40 وانتم عمال اثنين واحنا عمال اثنين اعطيكم 10 انطانا 10 كل واحد 5 وهم نحمد الله ونشكره شلون قال لنا درب طلع دربين ايه كيف يعني طلع دربين يعني عاد يصير 10000 زين فانت بعد يعني ان شاء الله توصلون صوتنا بهاي القناه هاي القناه الطيبه القناه الموقره وهاي الوجوه الحلوه كريم انت اساسا وصلون. فلاح انا اساسا فلاح ولو عنده مي لا يشهد ربه علي بغداد ما طبق غير بس بالمناسبات الزيارة ما شبه ذلك زين فلاح ترى فلاح تاجر زين هاي واحدة اثنين زين ليش الحال الفلاحين وصل هاي المرحلة والله حال الفلاح وصل هاي المرحلة كله سبب الدولة نكون على ثقة كله سبب الدولة سبب الدولة اللي خلتنا وصلت لهاي المرحلة الله كفيلك وكلك استاذ علي يعني شنو حلالنا بعناه الناس الأغلبية هاجرت لجت على الولاية على مود يفتح له مثل بسطية ويشغل نفسه ويشغل عائلته ويأكل عياله الأكثر والأقل هاي وقيعانا بقت مهجورة انهجرت صار تصحر عارف شنو تصحر ماكو يعني لا صعبة على الفلاح يعوب قاعد شو صعبة أصلا إحنا هسا قسم من ربعنا من جول الولاية يقول اختنقت لأن هو متعود غاد حلاله ويزرع زين كيف كلا هسه ماكو شغله صار لا زرع ولا ابد ولا هنا زين وزاره الزراعه على اساس حتى خطه والله وزاره الزراعه لا اريد هو انا جاي اسال هسه اريد ازيدك من الشعر بيت مثل وزاره الزراعه حتى خطه السنه ما انطتنا خطه واضح يعني الموضوع واضح واضح خطه واضح. سنويه ما انطيتوا للفلاح ايه خطه ماكو ما مشمولين بها هسه احنا على قولتنا شنو والله مي ماكو ماكو مو مشكلتي انت ابو الدوله انت ابو الحكومه تشوف لي حل تشوف لي حل غير هيك مثال لا ماكو ضارب الصمت ما خلينا تظاهرنا وعد دولي وقطعنا الدولي وابد ولا شن اذن تسمع ولا شن عندنا حكومه مشكله يعني هاي والله العظيم بعض المسؤولين تعلم عادي يقول لك خلي يتظاهرون خلي يحشون ما الطرشه يعني ما الفلاح كان بعز عارف شن عز مي جاه وجه كلهم ذني ماشيات زين حلال حتى الثروه الحيوانيه هذول عدموها بالمناسبه يعني عدموها جاي يستارد هسه منين يستاردون مو جاي يجينا لحم هندي وباكستاني وما اعرف ايش ليش الاسعار مرتفعه يوم مواد الغذائيه
نار صعب. ويا يا نار كفيلك العباس ابو فاضل الطبقه الفقيره حصره علي يشتري كيس الطحين هذا زين وصل حتى 50 والحمد لله والشكر. هسه يقول ب 32 36 35 ويقول الحمد لله والشكر قادر. ترى 36 وغالي يعني مو رخيص. غالي جهنم جهنم مو غالي جهنم. بس يسوي يعوف عيالها تموت من الجوع زين. والفلاح هو الفلاح هو الاساس هو يحرك السوق هو يمشي العراق يعني بلد السواد مو مو هي شلون بلد خير المفروض الثروه الحيوانيه مشكله يعني مو ما عندنا نهر عندنا نهرين حتى مو واحد نهرين وزراعه ما عندنا والله العظيم واحد يعني حتى اللي يسمع حس الدول يمكن الدول الناس اللي ما يعرفون العراق بس يسمعون ببلد النهرين من يسمع الحكي ما يصدق شو ما في زراعه. بلد النهرين بلد الخير بلد الانبياء بلد اهل البيت ما يقضي خيره. بس يا عمي انا لله وانا اليه راجعون. دمرونا عمي دمرونا ثق واحتقد دمرونا. يعني هساني انا اسولف وياك وغيري وهاي الشباب كلها وروح طب المصدر مال 55 وشوف اتحداه يقعد على هذا على الرصيف اتحداه قاعدين على السطح. هاي انتهينا منها. كفيلك الحسين ابو عبد الله وهذا شهر محرم ننام فوق السطح فوق السطح بهذا الحر والضيم زين. يعني هسه مثل هنا الاخ ياخذ 2000 دينار انا مشتغل لي ب 10000 دينار جقاري بيش راح انطي 2000 دينار. البارحه انا جيت قلت له يابا وسجل اسمي ما راح انطيك ايجار على باشر على ما اشتغل هسه راح انطرب 4000 وبعد منا الباشر منا الجقاير وغدا وريوق ايه لا خص انتم يعني يحتاج لكم وكيل هاي بعد يعني كون براس باشر متريق حتى تطلع الشغل نكون على ثقه. صحيح احنا كشعب غيور شريم كل هندنا الصفات مجموعات الحمد لله بيه مو من قلت لك طلعت انا وهالولد صاحب اللي هو من اهل الناصريه من الصبح ل 12 احنا ما ماكلين. من وصلنا يم ابو البيت ردنا نقول له واستحينا الزمتنا اللي الجماليه ما تقول ها لحد الان ما جابتكم؟ لا هو لو قال له لا عزل ويقص ذرعانه يكون على ثقه. بس احنا استحينا احنا حسبنا الامور غير امور احنا بيناتنا صعبه هي صعبه اخذتوها بصعوبه ايه اخذناها يعني زين شاي هالساعات والله قلنا له بس مويه زين. الله يا عزة النفس العراقيين الله يا عزة النفس الحمد لله وشكر على كل حال. راح هسه اكمل وجبه الغداء انهيتها راح اتعشى هو عشاء والف راسي وانام لو مو حر على هذا التعب والوكل من الصبح لسه يشهد ربه عليه ما اعرف زين. مو بس انا نيابه عن هاي ربع كل ككل عم تنامون فوق السطح كلنا فوق السطح خلاص. وانا اشكرك استاذ علي واشكر هاي القناه الموقره زين اللي تنقل صوتنا بحسب الدقه والاصول والله اي والله وانا ممنون هذاك ان شاء الله ترجع القاع الله يسلمك ويرجع المويه يا ربي ترى والله العظيم مو منطقي اللي جاي يصير يعني ناسنا الفلاحين اللي بالمحافظات اللي موجوده هسه بغداد انقضت هسه ولا بستان بقى بها كلها صارت بيوت والتصحر انتهينا منه. بس بعض المحافظات بيها بساتين بيها ناس بعتها لحد الان تحب قاعه والفلاح حتى اذا حرمته من قاعه وين يعيش مثلا يعوف قاعه ويجي هنا وفوق هذا ما ماكو شغل يعني اي وين الدوله وين الناس الموجودين يعني نهرين والله نهرين والله مو واحد اثنين بلد النهرين وماكو زراعه. فاحنا نتمنى انه الناس اللي فعلا الموجودين خصوصا الى وزاره الزراعه الى وزير الزراعه اللي لحد الان ما مقدم لكم خطه سنويه للفلاحين يا ادرس منتظر اول شنو دورك يعني ما يوفر ادعم انطل الناس ما ترهم والله ما ترهم ناس عايفه حلالها وجايه هنا وبالضيم يعني انت تقبلها. انا كلامي لكل المسؤولين اذا تقبلون عوائلكم او انتم فد يوم جربوها جربوها مره واحده تجون هنا وانا عم بيد احجز لكم انا احجز لكم ما انطل 2000 وتجون وتاخذونكم يوم واحد هنا تنامون بالسطح بالليل بهذا الحر وتبقون للعصر للظهر وقعد على الرصيف على قولة كريم اتحدى عيشوها جربوا فد يوم خل واحد منكم يجربها حتى يحس بهاي المعاناه. تجوز انتم فعلا بالحكي بعضكم ما مقتنع الناس تجوز ما تصدق بالكلام بس يا اخوان يعني
باسم الاخوه، باسم باسم الدين، باي مسمى يعني. احنا نخاطبكم انه تعالوا جربوا، تعالوا شوف شوفوا الناس شلون عايش. هاي بالضيم حاره والله، حاره والله العظيم، بالسبلت وعلى الغرفه يعني، بالغرفه نايمين وجدران موجوده وسبلت مشتغل ودرجات حراره مرتفعه جدا وحاره اصلا، واحد ما يتقبلها زين. هنا الاخوان اللي كلهم موجودين اللي عايفين ارضهم وجايين في سبيل انه يدبرون عيشتهم، باعتبار انهم مي ما عندهم هناك وقطعوا عليهم المي، فصار تصحر باراضيهم والزراعيه، اجوا هنا مضطرين وماكو لاكو شغل لاكو فندق. لا والله العظيم، والله العظيم اصلا عيب، عيب علينا احنا. انا واحد مو مسؤول مو صاحب قرار، بس اخجل من اشوف هيك حالات. ان شاء الله ترجع، ان شاء الله في يوم هناك اجي. وانا ملتقط هواي وبعد لو اريد احيي شخان قلبي. عمي لا ان شاء الله انت منا حاره. ايه ما بك حيل زين، ومشتغل ب 10,000. الله يزيدك ان شاء الله. الله يفرجها عنك ان شاء الله. الله يسلمك. شلونك؟ الله يسلمك. ها شنو وضعك انت؟ والله عمال اشتغل. ايه اي والله. وين من المحافظه؟ ناصريه والله. ناصريه؟ اي والله. فلاح؟ لا بالولايه والله. بالولايه؟ اي والله. وليش اجيت هنا؟ والله ما عندنا، عندي 11 نفر. الله يخليك. والله بس انا كبير. وماكو شغل بالمحافظه؟ لا والله ماكو، نشتغل عمال. الله وكيلك، امس قاعد وانت قاعد، واليوم كضنا واحد من الاربع من الصبيح، من الخمسه الصبيح للاربعه، انطانا 30,000. 30,000؟ اي والله. وهنا هم قاعد؟ اي والله قاعد. شو صار لك هنا؟ والله صار لي 6 ايام. قبلها وين كنت؟ بعدها اللي غادي. يعني هاي صار لك 6 ايام ببغداد؟ اي والله. قبلها ما كنت ببغداد؟ لا ما كنت ببغداد. تشتغل هناك؟ لا والله قاعد. ايوه عند ابوي رويته مال العاطلين وقاعدين عليه عرات. اي والله عرات. لا ايش اسوي؟ ما كملت لا دراسه ولا لا ما دارس دوم ابد. ما درست. اي والله بديت بالعيش. اي والله ايش اسوي؟ العد عائله وين يروح؟ صحيح. اي صحيح. العد عائله وين يروح؟ ويروح على من 2010 للسكه شو ما سوينا. الله وكيل. كنت مسجل عرات بالعاطلين. زين. من سجلت؟ وقتها كان عادل الركابي. زين. من الناصريه. اجينا اهل البيت، رحنا لاهلنا يعني، ما دقينا الباب يقول مو هنا الجو، وطردنا من بيته يعني، مو بيت يعني، على مود رعايه. على مود الرعايه. والله صار لي 5 سنوات مقدم على الرعايه وماكو. يا مواليد؟ مواليد 98. 98 ودور رعايه؟ ايه. ليش دور رعايه؟ ما عندي شيء. دور شغل. يوميتي 7,000. دور شغل. 7,000 يوميتي، وين اوديهم 7,000؟ اذا عندي 3 بنات. زين تريد ما حفاضات انا ما تحسبها زين، اكل ما يردون اهل. اي ما اصلح. اي يعني انت تناسب شيء غالي. زين انا كنت فلاح، الحاج قعدنا قاع، بس ماكو مي. اما المي انقطع. ماكو مي، سادين علينا منه مي ماكو. انا يعني شو اسوي؟ ها ماكو اصلا، ماكو والله. شوف النهران جافه يعني، كل سنه نزرع خير بس صار لنا 6 سنوات كل شمال. ياكو عباره تقول اتعب تلعب. مو هاي طلعت كذب بالاخير. والله العظيم طلعت كذب بالاخير. تعب تلعب كذب. ناس صار لها سنين تعبانه ولحد الان ملعوبين فلك، مو ما يلعبون. شنو الموضوع؟ والله شو بغداد دوم محافظ. انا منا من بغداد. انا رجال هاي التيك توك مالتي، سايق تيك توك. زين تطلع منا على مظفر ناصبين مشتركه يقضون بالتكاتك. زين انا طالع من الوحده وهذا الدخل مالي من الوحده الظهر، وهذا الناي واحد 6,000. زين بنزين بعد وراي 2,000، ضلنا 4. زين ترجع البيت مصرف البيت. زين ترجع جهال عدة 3. الله يخليها. رحم الله والديك. زين وين توديها؟ شو تسوي يعني؟ وين تروح؟ تطير؟ والله العظيم. وعاقل حسين بإيجار قاعدين. السحب مالنا هاي صار لنا 3 أشهر ما دافع. ورجال أبو تك تكاني. وحالتي تعبانة كلش يعني، لا أبعد الحدود. تروح يمنا اكو يمنا نائب ما اريد نجيب اسمه، تروح يقول له على تعيين، يطلب عليه 50 ورقة. اغلبيتهم كذابين. زين يطلب عليه 50 ورقة. زين انا 50 ورقة منين اجيب؟ تك تك اشتروها لي ابن 50 ورقة. 50 ورقة و 25 ما بجيبه، طريت 50 ورقة. هذا انه محصل لي 6,000. زين منين اطير 50 ورقة؟ شو اسوي؟ هاي تبقى هيك يعني، هالوضع ما له حل. شو اسوي؟ هاي هم بيد هاي الدولة، ناس فاسدة، سياسيين فاسده، ناس يعني ما شو تسوي؟ بوق بوق تطلع تتظاهر يقتلونك. كارثه يعني انه هسه خلينا نقول احنا بغداد نعرف الاشياء اللي جاي تصير، بس مال فلاح يعوف قاعه ماكو مي ويجي هنا ترى صعبه. شو يسوي؟ شنو هو؟ قول الله يساعدهم يعني. باع اليا حال وصلنا احنا. اي سبب ما سبب وزير الزراعه
وسبب هاي العالم خطة يعني اساسا شنو ذنبه محصل له 10,000 مو لا لا وعد عائلة وكراوي وفندق ينام وموبي واكل وشرب و... اسمع شوف على لحم بطنه من الصبح اللي جاء 10,000 زين هسه عشاب 3,000 مبيت 2000 ضل له 5,000 زين بعد يرجع لها لكراوي بيش ببلاش. انا اختم بقضيه وحده ابدا الخص هذا الموضوع انه احنا بالسابق ولحد الان اكو ناس مؤمنه بقضيه اتعب تلعب. يعني هسه اذا نريد نشوفه اتعب تلعب اكبر كذبه هاي. تعبت العمر كله وبيا ملعوب. يعني هنا صالم عمر 2010 يتعبون ما لعبوا ملعوب بهم. يعني الوضع ما 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 يعرفون شلون يتعاملون وياه. العايف قاعه، العايف شغله، العايف وضعه، العايف عائلته وما محصل. يعني هنا يا دوب 5,000 3,000 يطلعها وتجي ايام ماكو ما طالع. فانا اتمنى انه المسؤولين يحسون بقيمه الالف شنو؟ ال10,000 ال5,000 بالنسبه لهاي الناس شنو تعني؟ جوز انتم بالنسبه لكم ما عندكم ال50,000 خرده حاس بها، بس لا هنا ناس ما محصلتها دق اسبوع وما محصلتها، وضعهم مثل ما قلت انه شلون نايمين وشلون عايشين. فانا اتمنى منكم والله العظيم واتحداكم مو اتمنى، اتحداكم واحد منكم يجي يعيش ليوم هنا بهذا الوضع، حتى هو نفسيته يحس بالموضوع ويعرف يقيم. صوتنا وصوت الناس اللي موجودين نتمنى انه يوصلكم. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل على اللقاء.